فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فضيلة الشيخ جزاكم الله خير ما حكم تغيير المكان بالنسبة للسنة وهل هذا بدعة؟ نعم. ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يسن للإنسان أن يفصل النافلة عن الفريضة إما بكلام أو بانتقال من موضعه. عرفت؟ لحديث معاوية قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نصل صلاة بصلاة حتى نخرج أو نتكلم. وعلى هذا فالأفضل أن تفصل بين الفرض والسنة، لكن هناك شيء أفضل منه وهو أن تجعل السنة في البيت، لأن السنة في البيت أفضل من السنة في المسجد حتى المسجد الحرام. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في المدينة يتكلم وهو في مسجد الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وكان هو نفسه يصلي النافلة في البيت. وبعض الناس يظن أن النافلة في المسجد أفضل، وليس كذلك. نعم لو فرض أنه رجل ذو عمل يخشى إن خرج من المسجد أن ينسى الراتبة، فهنا نقول صل في المسجد أفضل. وكذلك لو كان بيته فيه صبيان كثير يخشى من التشويش، فيكون الصلاة في المسجد أفضل. إذا قال الإنسان لماذا كانت الصلاة في البيت أفضل إلا الفريضة، نقول لأنها أبعد عن الرياء، إذ أنك في بيتك لا يطلع عليك إلا أهلك، إن اطلع في المسجد إيش كل اطلع عليك، ولأن فيها تعويد أهل البيت للصلاة. ولذلك إذا كنت تصلي وكان عندك صبي له سنتان ثلاث سنوات ما هو يصلي معك حتى وإن لم تأمر، لكن يحب الاقتداء، ففيها هذه المصلحة العظيمة. أيضا فيها أن لا نرتكب النهي، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تجعلوها كالقبور لا تصلون فيها. فهذه ثلاث فوائد. الأولى يلا أبعد عن الرياء، ثانية تعويد أهل البيت على الصلاة وتحبيبهم تحبيبها إليهم، طابعا أن لا يقع في منع عنه الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا.